حين يخرج النجاح من رحم الضيق والمعاناة يكون ذا لون فريد وبهجة خاصة، فالطريق الموصل لذلك النجاح لم يكن هينا ولا سهلا. نستضيف اليوم شابا متميزا شق طريقه بجد واجتهاد وهمة عالية لينطلق من أرض غزة الحبيبة إلى العالمية ويصير له متابعون ومحبون في كل أنحاء العالم. لنستمع إلى قصة نجاح فريدة، رحبوا معي بضيفنا الفنان الفلسطيني براء مسعود. أهلا وسهلا براء الغالي. أهلا أهلا بالحبيب. والله بداية أنا سعيد جدا بهذا اللقاء اللطيف يعني معكم حبيبنا أستاذ عمار الفنان الجميل، الله يسعدك، يعني اللي ترك بصمة حرفيا يعني في جميع الناس. والله يا حبيبنا أنا أتشرف وأفتخر يعني بهذا اللقاء. الله يحفظك. أهلا وسهلا، شرفتنا وشرفت استوديو. الله يحفظك. وبمناسبة كتير اجتني رسائل ليش ما استضفت براء مسعود لهلا، حتى واحد قال لي يعني بتخانقين انت وبراء والله ما في شيء يا جماعه، الله يجيب خناق. براء تألان علينا بس ما عم يعرف. لا استغفر الله يا حبيبنا، والله هي ظروف منعت يعني، وكان ما شاء الله يعني في فنانين اخرين يعني بسدوا الموضوع. الله يسعدك يا رب. طبعا اكيد انت يعني ما شاء الله جمهورك خصوصي بفئه الشباب جمهور كبير. الله يحفظك. ولكن يعني اكيد الجيد انه يعرفوا اكثر عن براء، حياته الشخصيه، بدايته، من اين بدا وكيف وصل الى هنا. نعم نعم. بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، أنا براء زياد مسعود، فلسطيني من قطاع غزة، أعيش حاليا في تركيا، مستقر يعني مكان الاستقرار تركيا. درست المحاسبة في الجامعة الإسلامية بغزة، لسه ما تخرجت يعني إن شاء الله بقينا سنة، ولكن هيك ظروف كورونا وظروف السفر حالة دون إني أنا أكمل، لكن إن شاء الله راح نكمل قريبا. حاليا أعمل مع شركة استوديو نار ريكوردز، بنقوم بإنتاج أعمال فنية بفضل الله عز وجل، و حاليا بطور مهاراتي. خلينا نقول فترة كورونا وفترة اللي هو عدم السفر انت بتعرف والجلوس في البيت، بطور شوية مهارات يعني، بحاول اني يعني اتدرب اكتر على الصوت، شو في شغلات ممكن تفيدني ذاتي من ناحية التدريب على مجال الفن، الهندسة الصوتية مثلا على سبيل المثال، وإلى آخره يعني. هذا باختصار يعني براء مسعود المتواضع. ما شاء الله عليك. كيف بلشت براء؟ يعني انت أكيد بدأت ضمن قطاع غزة، ضمن مدينة غزة تحديداً أظن حتى صحيح. كيف بدأت مسيرتك الفنية؟ يعني حقيقة إحنا حابين نأخذ نموذج نجاح براء، كيف طلع من الظروف أكيد مرة ظروف سهلة يعني، ما حسميها صعبة أو شاقة. أنت الآن حتحكي لنا أكثر عن ظروف القطاع وكيف بدأت وكيف وصلت لهون، فهل بدايتك كانت بداية سهلة؟ هل كانت الظروف ميسرة؟ شوف، هي بصراحة كل نجاح يعتمد على عدة أسباب، وأول سبب وأهم سبب هو طبعا توفيق ربنا عز وجل هذا وكرمه، هذا شيء يعني بيفتح فيه على العبد ربنا، وربنا كريم. الآن بدأت أنا مسيرتي خلينا نقول في القرآن الحمد لله. يعني كل مسيرة بتبدأ تقريبا أنا شايف فن يعني، يا الأهل يا المدرسة بصراحة، أو المسجد يعني المحيط خلينا نقول سبحان الله، لأنه هو هم أقرب ناس بكونوا للفرد. بدأت مسيرتي في مسجد في ليلة 27 لما أنا كنت بصف خامس، كنت بفضل الله عز وجل جديد، كنت داخل مخيمات تاج الوقار بسموها لحفظ القرآن، مخيمات مكثفة. يوم بفضل الله عز وجل حفظت 15 جزء، فكان هذا حافز إلي. فكنت في المخيم، الأهل واللي في المخيم في المسجد واللي في المدرسة، وكنت أطلع إذاعة شافوا واكتشفوا أنه أنا عندي لدي صوت جميل يعني، وبدأت أنا أنمي الموهبة. بليلة 27 سبحان الله وأنا بصف خامس يعني، كنت تقريبا 10 سنوات، كان في حفل هيك صغير للمسجد، كانت ليلة 27 هي الليلة اللي بنعرف احنا اكثر ليلة طبعا بيكون فيها ناس وبتصرف فيها ناس. فيومها انشدت انشودة، يعني انا هاي الانشودة بصراحة استلمتها على كل مسجد انشد هاي الانشودة، اسمها ينادي فؤادي. انشودة طبعا كان لها اثر كبير في حياتي بصراحة بداية مسيرتي. يومها عرضوا علي قرأت قرآن وانشدت، فهم طبعا كانوا مفروض لانه اول مره كنت بنشد، مع انه مسجدي اول مره كنت باي صف في هذاك الوقت؟ 10 سنين بصف خامس. 10 سنين خامس طالع على صف سادس. بالمناسبه قديش عمرك براء؟ انا حاليا 23، من يومين صرت 23. العمر الطويل يا رب. الله يسعدك. معناتها احنا الان بمناسبه عيد ميلادك. الله يسعدك يا حبيبي. فالان هم يومها عرضوا علي انه انا حيكون لي ركعتين في ليله 27. ما شاء الله. هنا لاول مره في حياتي بصراحه كان موقف جدا مخيف اكيد، وبابا كان مسافر على مصر يومها، كان بدرس الدكتوراه.
فيومها كنت متردد بصراحة كثير، ورحت يوم أميت في الناس. طبعا الخوف كان هو سيد الموقف، لكن بفضل الله عز وجل كانت الإمامة كثير الحمد لله موفقة بفضل الله عز وجل. كأول مرة أنا كنت أسمع الشيخ أحمد العجمي الله يحفظه كثير، فأنا كنت أقلد كل مقاطعه، فقرأت مقطع من مقاطعه يعني تقليدا طبعا في الصلاة، والحمد لله كان كثير الإشي يعني بفضل الله عز وجل موفق وميسر. وبعدها بلشت بقى مسيرتي مع في شركة كانت، أو خلينا نقول مؤسسة، إنه بتعرف تغذى. خلينا نوقف هون وبعد شوي ننتقل للنقطة إن شاء الله. ما بخفيك سر إنه أنا بدأت بالقرآن أيضا. نعم. يعني أنا بدأت من القرآن وكمان إمامة المسجد، وبعدين بقى سبحان الله فتح لي في مجال النشيد. فيعني لا شك إنه بركة هذا الموضوع مستمرة الآن. طب خلينا نفتتح معناتها حلقتنا ونسمع منك شيء من القرآن الكريم، كونك أنت ذكرت هالنقطة، وبعدها نرجع للأنشودة اللي حكيت عنها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله ما شاء الله عنك، قراءة مروحنة وجميلة وتدخل القلب، وأنا من المتابعين مقاطعك اللي عم تنزلها. القرآن حقيقة مميزة جدا، يعني موضوع القرآن سبحان الله له نكهة مختلفة وله متابعين وترغب الناس جدا. أكيد. يعني فكرة أنك تنزل مقاطع قصيرة للقرآن الكريم، يعني هل هذا الموضوع برأيك جيد ولا لازم ننزل صور كاملة؟ أنت عندك خبرة بهذا المجال. نعم نعم، الله يبارك فيك يا حبيبنا. ولا شيء قدام خبرتكم، الله يحفظك يا حبيبنا. الآن أنا في الفترة اللي بنزل فيها أنا مقاطع قرآن، بحس إن أنا مقصر لسه كمان مع المتابعين، خلينا نقول، أو الناس اللي حابة تسمع قرآن. الناس حابة تسمع صور من القرآن مش مقاطع كمان. لكن أنا بحاول فترات أنزل المقاطع، هي أكيد كل الآيات بفضل الله عز وجل كتير حلوة، وكل الآيات جميلة ما شاء الله، أكيد هذا كلام ربنا عز وجل. بس في أحيانا بلتمس بعض المقاطع اللي فيها رسالة جدا بالضبط. الناس بتحب يعني تحس إنها مواساة ربانية، مقاطع بتحس إنها يعني بتبعث فيك الطمأنينة وإنت بتقرأها، فأكيد حتوصل إن شاء الله للسامع وبفضل الله عز وجل. وإيش بحسن أسجل صور كاملة، طبعا هذا الإشي بده مجهود أكيد، وبده هيك يعني مجهود عظيم إنه أنت تسجل صورة كاملة وتنزلها. صحيح. بده تنقيح، بده تكون يعني إنه واحد أكيد عارف أحكام التلاوة والتجويد، وعلى الأقل واحد يكون واقف قبالك لو لا سمح الله صار خلل أو شيء بالأحكام التلاوة اللحون خلينا نقول خفية. طبعا هاي بدها مجهود، وبالنهاية هي توفيق ربنا وتيسيره علينا إنه إحنا بننزل الحمد لله مقاطع وبنكون مستمرين مع الناس، وأكيد إن شاء الله في استمرار دائم بإذن الله عز وجل توصيل هذه الرسالة، رسالة القرآن ورسالة الأناشيد الإسلامية الهادفة، لإلها برضو دور كبير. معناتها بدنا نعقد اتفاقية أنا وياك هلا بحضور المشاهدين. أنا بسجل وأنت بتدقق لي، وأنت بتسجل وأنا بدقق لك. أنا أتشرف من هذا يعني المنبر خلينا نقول. معناتها خلاص لازم يكون في تسجيلات قرآن كثيرة. إحنا بنوعد بإذن الله الآن، وعد منه ومنك كمان، معلش أنت بديت وأنا بدي أكمل. وعد منه ومنك إن شاء الله إنه إحنا نكمل مسيرة القرآن بمقاطع قرآنية بالإضافة للأناشيد اللي إحنا بنعملها إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يفتح علينا. يا رب.
براء، أنت بعدين بدأت في غزة، أنا حأجل الحديث عن مرحلة غزة نعم للنصف الثاني من الحلقة، نعم في نعم عنا ترتيب معين. أيوة. ولكن بعد ما بدأت وانشهرت وصار لك جمهور في غزة، أنت غادرت غزة صحيح؟ نعم، أنا غادرت غزة بصراحة في فترة أنا كنت بعيد عن الفن، يعني بعيد عن الناس في الفترة اللي غادرت فيها غزة. الفكرة اللي صارت إنه باختصار أنا هي فترة غزة اللي هنحكي فيها إن شاء الله في النص الثاني، يعني هم الناس حترجع للنص الثاني عشان تكمل الجزء الأول. هو تشويق أي تشويق. نعم. بس خلصت أنا من خلينا نقول من المؤسسة اللي هنحكي عنها في الجزء الثاني. بصراحة بدأت مرحلة اللي هو تغير الصوت عندي، ومن هذا من هاي المرحلة صراحة بوجه نصيحة لأي شاب يعني هيك بقتبل عمره، خلينا نقول فترة مراهقة فترة تغيير الصوت، إنه هو يعني أكثر شيء يعمله إنه يدرب صوته ما يغني أو ما ينشد أو ما يعمل، يعني إنه يستثمر وقته في يتعلم شغلة صوتية يمرر فيها صوته، أو يتعلم شغلة. يعني أنا مثلا على سبيل المثال كنت أحفظ كملت حفظ القرآن، أنا بعد ما حفظ 15 جزء صراحة المؤسسة أو الشيء اللي دخلته للإنشاد خلاني مقصر شوية في القرآن. نعم. فأنا كملت بعديها اللي هو حفظ بفضل الله عز وجل، كملت حفظ المصحف الحمد لله عز وجل، هذا فضل ربنا علينا. بعدها اللي هو التجويد، لأنه التجويد من أهم الشغلات والركائز اللي أنت ممكن تتعلمها لتحسن مهاراتك في النشيد وفي القرآن، في القرآن أيضا صحيح. نعم، حتى أساس لغتك تتحسن مع القرآن، يعني القرآن هو بركة العمر للأمانة، يعني هو سره ما شاء الله باتع فينا إلى الآن، ويعني نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. فبعدها أنا خرجت من غزة، كنت منقطع تقريبا سنتين أو ثلاثة، لكن السنتين أو الثلاثة هي كنت أنا بشتغل على نفسي بالقرآن الحمد لله عز وجل، بطور من نفسي. وخرجت حتى لما خرجت كنت خارج للقرآن الكريم اللي هو إمامة في ماليزيا في 2019. دعيت لإمامة؟ نعم نعم نعم، كانت هي أول سفرة إلي في حياتي، ويعني زي ما بقولها كانت هي فاتحة الخير بفضل الله عز وجل لحياتي لمشواري الفني بشكل عام. أنت خرجت وما عدت مرة ثانية إلى غزة؟ خرجت، لا كنت أخرج، خرجت أول سنة خلصت الإمامة وبعدها رجعت على غزة، لأنه أنا كان عندي جامعة. تمام. فرجعت، كانت فترة امتحانات معادية وقدمت امتحانات بفضل الله عز وجل من أول جديد وعديت فصل. بعدها السنة اللي بعديها بفضل الله عز وجل ربنا رزقني عمرة، ومن بعدها إمامة، وبعدها ذهبت إلى أندونيسيا وهو خلينا نقول الخير الأكبر. طيب. يعني الحمد لله. خلينا نسمع الأنشودة اللي قلت لي عليها، اللي شو كان اسمها؟ أنت السلام. أنت السلام. نعم. هاي الأنشودة طبعا يعني طبعًا هي أكثر أنشودة بفضل الله عز وجل ربنا كتب لها القبول وشهرت بخصوصا هي اللي من هي الأنشودة؟ هي الأنشودة بالأساس للفنان ميفلان مولانا. تمام. ميفلان مولانا كورتش، وأنا طبعا أكيد بنوجه له تحية من هذا اللقاء اللطيف. وأيضا أنا عملت لها كفر باللغة العربية، يعني هو غناها ما أعتقد باللغة المقدونية أو لا أعرف ما يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام الله هذا مقطع يعني بسيط من الأنشودة. هاي اللي كنت تنشدها في المساجد هاي مش في المساجد، هاي الأنشودة اللي انشهرت في أندونيسيا، طلعت فيها على لقاء تلفزيوني. احنا ما كان ماجينا لأندونيسيا صحيح. نعم. أنت إذا استقريت في أندونيسيا؟ نعم، ما استقريت أنا في أندونيسيا، كنت أسافر يعني بتقدر تقول إنه أنا كنت في غزة وكنت أسافر يعني زي خلينا نقول مهمات. تمام. مش كان علي إنه أنا مهمات، مثلاً رمضان كانت إمامة، وبعد رمضان كان اللي هو أندونيسيا. هاي سبحان الله هاي حتى إجت كلها صدفة بصدفة، بعد ما عملت أنشود أنت السلام. بعدها بشهر سافرت على العمرة، فتكلموا معي جماعة من أندونيسيا حابين يعملوا معي كم برنامج أو حفلة خلينا نقول. يعني بكذا ولاية، فسبحان الله وافقت يومها، وحتى يعني خلينا نقول
لما حكيت معهم يعني حكيت معهم بصيغة إنه يعني يمكن ما يزبط يعني أوكي بسم الله. لسه يعني بصراحة ما كان عندي هالعدد الكبير خلينا نقول من المتابعين أو الناس اللي بتعرفني. فسبحان الله كان فيها الخير وصدفة يعني هي وكان فيها الخير سبحان الله لما رحت أنا الحمد لله عز وجل رحت هناك طلعت على قناة في أندونيسيا يعني ما شاء الله قناة جدا كبيرة ومعروفة وفضل عز وجل كان لقاء لطيف أيضا وأنشدت فيها في آخر اللقاء قالوا لي شو بدك تنشد قلت لهم بدي أنشد إن شاء الله أنشدت أنت السلام وبحثوا عنها على اليوتيوب وتدرب يعني العازف عليها وأنشدتها بفضل الله عز وجل. من بعد هذا اللقاء يعني خلينا نقول هذا هو كان فيصل أو يعني بفضل الله عز وجل كثير الأنشودة انتشرت وصارت تغنى حاليا يعني الحمد لله في أندونيسيا يعني صارت شبه للبلد كلها والبلد أندونيسيا كبيرة يعني جدا ما شاء الله. صرت بس أغني الأنشودة هاي أو أغني الكل بسم الله ما شاء الله يعني يغني الأنشودة وهذا طبعا فضل ربنا والله سبحان الله كتب لها القبول سبحان الله. الجمهور الآسيوي عموما يعني إحنا بعيدين عنه ما كثير عنا فكرة عن ثقافته عن مدى حبه للنشيد. أنا أول مين يعني صراحة لفت لي نظري هذا الشيء هو أنت. نعم. وقت بدأت وقت عرفنا على بعض وبدأت تحكي لي إنه الجمهور الآسيوي عمار الجمهور تنفي. نعم. طيب كيف بدنا نمد جسور معهم ولازلت يعني لازلت أنا أحاول ألاقي طريقة أساسا. نعم. شوف الجمهور الآسيوي خلينا نقول بميلوا للشغلات بصراحة أنا هاي الشغلة اكتشفتها صدفة يعني هي توفيق ربنا سبحان الله فخلاني أنظر لكثير شغلات سبحان الله. شوف بعد الجمهور الآسيوي وبعد هاي الشغلة اللي صارت معي نظرتي لأشياء كتير تغيرت يعني كنت أشياء أنا مثلاً قبل إني طلعت أندونيسيا مناظر لشغلة فسبحان الله ربنا بيعطيك شغلة بيخليك تنظر لشغلات من جوانب تانية صحيح. سبحان الله هذا شيء يعني كرم من ربنا. الجمهور الأندونيسي بيميل للشغلات يعني اللغة العربية بينبسطوا باللغة العربية كتير بيعتزوا فيها لأنه هي أكبر بلد إسلامية طبعاً بنوجه التحية لبلد أندونيسيا العظيمة للأمانة ما شاء الله بلد إسلامية وشعبها جداً طيب فبيميلوا للغة العربية الكلمات البسيطة اللي تذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعاً. بيحبوا المديح ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والأناشيد الهادفة الإسلامية كتير فالجمهور هذا بصراحة بس يعني بده زي بيقولوها ستيب إنه يوصل حد يوصل إلهم بصراحة أنا الأنشودة بدأت تنشهر قبل ما أنا أوصلهم ولكن لما انشهرت وصرت بينهم كان الإشي أكيد الأثر كان أكبر وأكيد يعني هو في شغلات في فعاليات كتير بأندونيسيا يمكن فترة كورونا هي الحالة دون هاي الشغلات يعني أنا بتوقع إن شاء الله للفنانين جميعا أنه الفترة الحالية أو الفترة القادمة أنه أندونيسيا يعني بلد متوجه يعني كتير توجه للفن الإسلامي بشكل كبير وحينتشر فيها الفن الإسلامي بشكل أكبر وأكبر لأنها بقعة جدا يعني خصبة ما شاء الله للمنشدين الإسلاميين وناس بتحب الإسلام ما شاء الله وبتحب الأناشيد الإسلامية وبتحب تستضيف في عاطفي نعم. حتى بتذكر يعني أنشودة يا طيبة بظن يعني إما من أندونيسيا أو من هاي البلدان طلعت يعني هيك وقت بلشوا ينشدوا أيوة. كان في أطفال صغار أنا بعرف منك والله إيه لا أنا أول ما ظهرت وانتشرت كانت ما شاء الله. أعتقد من أندونيسيا يعني ففعلا في عندهم محبة شديدة كتير ما شاء الله هاي شغلة كتير حلوة يعني. طب براء أنت تعلمت مثلا شيء من اللغة الأندونيسية أو الإنشاد ما أعرف إذا سؤال محرج لا, لا 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 أبدا هو بصراحة أنا أندونيسي يعني اللي بشوف المتابعين عندي من أندونيسيا وبشوف الحمد لله عز وجل الإشي اللي إلي في أندونيسيا بفكر أنا عشت 5 أو 6 سنين في أندونيسيا مثلا أنا كل اللي زرت أندونيسيا في حياتي لحد الآن 50 يوم فقط يعني هي زيارتين سبحان الله نعم الزيارة الأولى كانت شهر بالضبط الزيارة الأولى كانت 25 يوم والزيارة الثانية كانت شهر بالضبط حتى أقل من 50 يوم 30 و 55 يعني تقريبا أنا آسف يعني أنا محاسب مفروض أحسبها بسرعة بس تركت لأني بدي أفكر بدي أقوله بعد فالله صلى الله عليه محمد فأنا تعلمت يعني بعض الكلمات خلينا نقول أندونيسيا اللي هم بينبسطوا لما هم يسمعها أكيد الأجانب يعني هلا واحد أجنبي لما بيحكي عربي كلمة عربي أنت بتنبسط أكيد وهكذا هم يعني في بعض الكلمات المفتاحية نعم الله يفتح عليك زي كلمة شكرا وكلمة كيف حالكم طبعا كيف حالكم إلها أكثر من لهجة عندهم يعني بلد كبيرة وتعلمت الحمد لله يعني بعض أغني بعض الشغلات في الأندونيسي بتتطلب هذا الشيء لأنه هو جمهور واسع شو اسم لغتهم منن؟ البهسة بهسة إندونيسيا اسمها هي البهسة طبعا إلها أكثر من معنى يعني مثلا في جاكرتا خلينا ندخل شوي التفاصيل في جاكرتا بقولوا أبا كبر يعني كيف حالك بالجاكرتا خلينا نقول أبا كبر في باندونغ بعيدة عنها 3 ساعات فقط بقولوا كوما هذا مانج
كلمة ثانية تماما. طبعا طبعا. فانت لما تروح على باندونج وانت ما بتتكلم اندونيسي اصلا وتقول لهم كوماها ده منك، فحتلاقي الناس كلها لا مين اللي بيحكي، فشيء غريب صراحه. هذا الشيء. والحمد لله يعني تعلمت بعض الاناشيد خلينا نقول الاندونيسيه اني اغنيها بحيث انه هو جمهور يتطلب. عشان تقدر تخاطب جمهورك. طبعا طبعا. معناتها سمعنا شيء. هيك احراج بزياده يعني. انت احرجتني بالاندونيسي بعدين. طيب احلى شيء اندونيسي انا حافظها بصراحه. فرصه حلوه انه يعني نوجه تحيه للجمهور الاندونيسي. نعم. وبركي ان شاء الله بيتابعونا كل وقت. ان شاء الله ان شاء الله. حنشد أنشودة عائشة رضي الله عنها، هي أنشودة كثير انشهرت في أندونيسيا وأنا حفظتها بالأندونيسي من كثر ما أحببت يعني هذه الأنشودة. الله يرضى عنها. موليا إندا تشانتك برسري كوليت بوتي برسي ميران يدي بمو دي عائشة بوتري أبو بكر إسري رسول الله سونغو سويت نبي من شنتمو هنغا نبي من امدي باكاس ببرمو بلا مرا نبي كبير منجا من شوبت هي دنيا عايشة رومانتس يا شنتمو دنغان نبي دنغان بغنت كوبرنا ما إلا ري لاري سلالو برسما هنگا و گنیا و کودی سام بینگ رسول الله عایشة اخبرینا به حدیث یأسر القلوب صیفی لنا نبینا به سایر الدروب کم نشتاق له یا عایشة کم نتوق یا عایشة کم جميل جميل ما شاء الله. يعني حسيت حالي عم بفهم عليك انا صح ما بعرف اندونيسي بس. نعم. في ابو بكر وعائشه ورسول نعم الله. نعم نعم. عائشه اسري رسول الله يعني هي زوجة رسول الله. سبحان الله. نعم. وهي الانشوده انت نشرتها شيء ولا بس؟ نعم هاي الانشوده كانت ترند في فتره من الفترات. انا كنت في يعني انا اذا بتسمح لي اذا الوقت ما بعرف الوقت اسمح لي اذكر لك لقطه بسيطه عن هاي الانشوده وخلينا نقول معاناه تسجيلها. تمام. بصراحه انا كنت في ماليزيا 2020 لما نزلت هاي الانشوده كانت يعني بصراحه ترند. أغلب أصدقائي الأندونيسيين خلينا نقول المغنين أو المنشدين هناك يعني أنا لأنه إلي جمهور بالأندونيسيا فكل يبعث لي إنه براء سجل أنشودة عائشة نازلة بأندونيسيا والناس يمكن أكيد حابة تسمعها منك. لقيت عندي رسائل عندي على الخاص براء بدنا أنشودة عائشة براء سينج عائشة براء سينج عائشة من الجمهور اللي عندي أنا من المتابعين الأندونيسيين. الآن أنا ما كان عندي أي مشكلة أكيد لو أنا عندي استوديو كنت بسجل لكن أنا كنت يومها في قرية ويعني كانت الكورونا مسكرة ما بحسن أروح على العاصمة اللي هي كوالا لامبور اللي أنا أساساً مستقر كاستقرار فيها عندي يعني ناس كتير أنا أعيش معهم. للأسف اضطررت أني أنا أسجلها بأي إمكانيات. رحت دخلت خزانة مسكت إسفنجة ومسكت الموبايل وبسم الله سجل والتيمبو طبعاً موبايل تاني عشان أسمع التيمبو اللي هو دقات البيت عشان أمشي على التيمبو ما أغلب الموزع لما يضيف صوتي. سجلتها على الموبايل ونزلتها وصورتها موبايل ونزلت ثاني يوم فضل الله عز وجل يعني رغم بساطتها الحمد لله برضو لاقت خلينا نقول اعجاب بين الاناشيد اللي نزلت خلينا نقول بفضل الله عز وجل في ناس في حين انه ناس ثانيه يعني كل واحد كان تقريبا في بلده وكل واحد كان بيصور عنده في الاستوديو فكانت الفرص قدامه متاحه فكان سبحان الله تجربه كثير حلوه برضو الي. بالمناسبه انا هعيد نشر الانشوده قريب العاجل يعني الحمد لله اخر فتره كثير نشيط على السوشيال ميديا خصوصا اليوتيوب فانا عائشه يعني ان شاء الله انشوده عائشه رضي الله عنها يمكن الجمعه هاي باذن الله عز وجل ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا رب. الله يسعدك يا رب. بس يعني هي كمان فكره حلوه انه الواحد احيانا فعلا بابسط الامكانيات بيقدر ينزل شيء يخرج بشيء حلو وممكن جدا ينتشر وتحبه أكيد الناس اكيد الحمد لله. فعلا موضوع شو بتحب الناس انا هذا لغز عم حاول اتعرف عليه يوم عن يوم وكل يوم عم اتعلم اكثر. ما بتعرف تماما شو هو العمل اللي بينجح واللي بتحبه الناس ويدخل قلوبها. كنصيحه هي الواحد ينزل اعمال ينزل اعمال ما يطلع على عدد جمهور او متابعين بالنهايه ينوي النيه لله انه هذا العمل ممكن يغير في شخص واحد سبحان الله سبحان الله ربنا باذن الله عز وجل بيبارك في هذا العمل وينوي النيه انه هو عفوا ما بينزل لاهداف خلينا نقول دنيويه رغم انه الواحد ما في حد فينا ما بحب الشهره وهي يعني شغله صحيح. زي بتقول تقدر غريزه خلينا نقول في اكيد هي شغله الشهره ولكن بنفس الوقت انه الواحد خلص ينزل الاعمال وايش في اعمال اكيد تنتشر هذا فهو توفيق من ربنا وتيسير اكيد سبحان يعني الله سبحان الله. نحن حنطلع على فاصل صغير ونتابع بعده ان شاء الله لقائنا مع الفنان الجميل براء مسعود. خليكم معنا ونراكم بعد الفاصل ان شاء الله.
أهلا وسهلا مجددا في هذا اللقاء الجميل مع الفنان الجميل براء مسعود. أخي جميل أنت. الله يسعدك حبيبي. الله يسعدك. والله أنت أجمل. نحن أجلنا الحديث عن غزة وبدايات براء في غزة للنصف الثاني من الحلقة. نعم نعم. فحكي لنا براء بمرحلة ما بعد ليلة القدر اللي ذكرتها. نعم. كيف كانت مسيرتك في غزة؟ الآن بعد ما انتهينا من هذه الليلة خلينا نقول وانتهينا بعدها إجا رمضان أو رمضانين بعدها صرت بصف سابع تقريبا أول إعدادي يعني صار عمري تقريبا 12 سنة. في مؤسسة في غزة كانت يعني ولا زالت هي رائدة في غزة يعني ما شاء الله في الإنتاج الفني اسمها مؤسسة الحرية للإنتاج الفني. المؤسسة هاي احتضنت زي ما تقدر تقول موهبتي خلينا نقول بشتى العناصر الموجودة خلينا كقطاع غزة يعني. في أحد المرات واحد سمع صديق أخي سمع صوتي فحكى لأخي محمد الكبير إنه إحنا عندنا مؤسسة وننتج أناشيد وصوت أخوك جميل هاتوا على المؤسسة ممكن إحنا يعني نحتضن موهبته. تمام. وهكذا وهذا اللي حصل تماما. أول ما رحنا على المؤسسة قابلنا الفنان أحمد دبيل مراد كان هو يعني خلينا نقول ولا زال الفنان الجميل للمؤسسة والرمز خلينا نقول للمؤسسة. استضافني في المؤسسة بكل احترام وأدب وسمع صوتي يومها انشدت بأذكر إلى محمد بشار كانت طيور الجنة كانت يعني بالعلالي زي ما يقولوا انشدت يومها انشد إلى محمد بشار ويومها كتير يعني الحمد لله أعجبوا بصوتي والفنان أحمد نبيل مراد طبعا هو اللي أشاد بصوتي ويعني خلاني معه في المؤسسة وبدأنا يعني زي ما بيقولوا خطة إنتاج أعمال فنية لبراء مسعود من وأنا صغير. طبعا كان صوتي هيك صغنون في أكثر مقطع على اليوتيوب يعني هيك في صوتي كان زمان على رمضان عملنا أعمال عن الأسرى أسأل الله أن يفك أسرهم بهذه المناسبة. طيب شو رأيك معناتها حتى نتابع الحوار اللطيف؟ تستضيف الأستاذ أحمد نبيل مراد معنا على سكايب؟ كل سرور والله. أستاذ أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالحبيب. يا أهلا وسهلا. أهلا فيكم. براء كان عم يحكي عنك كلام لو تسمع بس عم يحكي. يعني إحنا تعودنا على براء من مظهره بأنه إنسان جميل متواضع وفنان يعني من مظهره. الله يسعدك. فإيش الكلام اللي بيحكي كله هذا يعني إحنا نتقبله بكل صدر رحب. لا وقعنا بيناتكم والله. لا والله كان عم بالعكس والله أنا براء بعده من هو صغير كأخوي الصغير. الله يسعدك يعني كنت حريص جدا انه يعني من مصغره ياخذ حقه زي ما احنا من واحنا صغار كنا بنتمنى نلاقي حدا يعطينا حقنا في الارشادات وفي النصائح. سبحان الله ما شاء الله عنك. طبعا كان عم يحكي عنك بكل خير وعم يقول انه انت دعمته في بدايه مسيرته واحتضنته فنحن حابين نسمع عن هالمرحله هي يعني كيف كان براء بهذاك الوقت كان صوته حلو دخلك مثل هلا ولا كان لا طبعا كان صوته جميل بس سبحان الله اكيد كل موهبه من البدايات بتكون محتاجة لصقل لممارسة لتدريب. لكن بيبين على كل موهبة هل عندها أرضية قابلة للري حتى إنها ما شاء الله تكبر وتصير مثمرة. فكان واضح هذا الإشي عند براء الحمد لله. الحمد لله. فطبعا مع وجوده معانا كان في المؤسسة مؤسسة شمس الحرية وبلش يفوت معنا الاستوديو ونسجل اعمال جديده ولما طلعنا مع بعض في مجموعه من المهرجانات وكان عنده فقرات هذا الشيء ساعده بانه اكتسب خبره صار في عنده كسر هيبه او الحاجز تبع هيبه المسرح وهيبه الاستوديو صار يعرف يتعامل مع المايك صار يعرف شو اليه او شو خطوات تسجيل عمل فني في استوديو فهذا الاشي طبعا يعني زاد من خبرته وخلاه ما شاء الله يعني زي ما احنا شايفينه الان نجم كبير ما شاء الله. الله ما شاء الله يعني وصل مواصيل جميله جدا ونتمنى له طبعا ربنا يفتح عليه اكثر واكثر. الله يسعدك يا رب. وإن شاء الله الجاي أجمل بإذن الله. بإذن الله عز وجل. أستاذ أحمد نحن حابين نستغل وجودك معنا تحكي لنا عن الوضع بقطاع غزة من الناحية الفنية يعني نحن أكيد يعني نتابع أخبار غزة السياسية وغيرها ولكن فنيا هل أنتوا الآن قادرين تشتغلوا هل في إنتاج هل في نشاط فني في غزة؟ والله يعني أنا لا أخفي عنك أنا جيت على غزة أنا كنت من سكان الإمارات من مواليد الإمارات جيت على غزة في 2010 من 2010 لحد الآن
اللي أنا شفته فيها إنه ما شاء الله فيها مواهب كثيرة جدا. الإمكانيات الموجودة من ناحية إمكانيات بشرية كأصوات كخبرات كعقليات فنية ما شاء الله، يعني موجود كتير حاجات رائعة جدا ومواهب جميلة جدا، بس بسبب الحصار وبسبب الأمور السياسية الموجودة طبعا هذا الإشي أدى إلى أنه في يعني نقص في الإمكانيات كأجهزة كعلم كاستوديوهات كشركات. هذا الإشي طبعا يعني بأخر بعض المواهب، ما بيعطيها الفرص اللازمة. يعني أنا كأحمد الحمد لله حصلت على فرصة إني أنا أكون في المجال موجود، براء حصل على فرصة، لكن في أمثالنا آخرين وأصوات جميلة جدا نعم. سبحان الله ما كان إلها نصيب، ما حصلت على فرص، وإحنا بنتمنى إنها تحصل على فرص إن شاء الله. نحن أكيد بنوجه رسالة لكل صاحب موهبة يحاول يستفيد من السوشيال ميديا، يستفيد من التجربة اللي مرق فيها براء. لا شك إنه براء مرق بتجارب يعني خاصة فيه، ولكن أكيد هاي الأمور يبنى عليها، ممكن أي شخص يقدر يستثمر موهبته. أستاذ أحمد يعني لضيق الوقت إحنا حابين نسمع منك شيء، وجودك معنا غالي وعزيز، فحابين نسمع من صوتك الندي ما تختاره لنا من إنشاد. يا سيدي بيسرني ذلك طبعا ما شاء الله. أحب أسمعكم حاجة. إيش يا براء إيش حاب أسمعك؟ بحكي له والله كنت بنوه لشغلة. طبعا ما شاء الله الفنان أحمد بحكي لك يعني له ما شاء الله كثير من الأعمال، وتقريبا هو ما عمل عملات كفر، يعني هو الأعمال كلها كانت خاصة فيه طبعا ما شاء الله، وأعمال كثير جميلة. شو بتحب يسمعنا أنت بترشح له شيء؟ خلينا بحكي له شغلة يكون ما بحبها مثلا لأنها قديمة أو شيء. طبعا موقف طيب. طريف بس بينه وبين الاستاذ احمد كنا حنعمل انا صغير اللي هي سال الطفل الحائر وشادي، كنا حنعمل تذكر صحيح يعني هذا موقف كانت النيه موجوده سبحان نعم. الله لما كان صغير بس سبحان الله ما مشيت ما لحقنا ادوبها بسم الله حبيبنا ان شاء الله تعالى، بس يعني ناويين نعمل حاجات جايه أكيد. ان شاء الله باذن أكيد. الله ان شاء الله بشرفنا الفرصه بدنا نعمل حاجات فيها ان شاء الله ان شاء الله. تفضل استاذ احمد. طيب أسمعكم مقتطف هيك من عمل إن شاء الله أنا بحضره إن شاء الله هيك بالقريب العاجل نحاول ننزله بإذن الله. جميل داعي الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرى فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله عنك، الله يفتح يا عليك يا رب. ان شاء الله هيك دائما نسمع اصداراتكم بالانتظار يا حبيبنا الجميل بالانتظار. يعني فعلا نحن بشوق انه نشوف اعمال مشتركه بين براء ان شاء الله والاستاذ احمد استاذ احمد كما كانت في ايام الخوالي. الله يسعدك اكيد هذا شيء يعني حيرجعنا ذكريات جميله يا براء ذاك. اي والله يا حبيبي. يعني هي ذكريات بصراحه اطول من اننا نذكرها في حلقات او مش حلقه قليله. يا سيدي الله يسعدك. كان براء يعني اذا بتسمحوا لي كان براء حريص جدا انه يحاول في كل احتفال يكون له فقره، بس دائما سبحان الله الوقت ما بسعفنا. ففي مره في احتفال من الاحتفالات خلص الوقت داهمنا وبراء يعني ما صح له انه يطلع في الاحتفال زي اليوم هاو ذاكر حفل اللي هو الملاهي في العيد. ايوه صحيح ايوه صحيح صحيح صحيح. شوف لهلا زعلان لهلا زعلان ليالي نطلع ونعمل احتفالات يومها ما صح له فرصة وزعل وحاولت أراضيه طب إيش أعمل طب إيش أسوي والله من يوم لحد الآن
وانا بتذكر هاي الليله وانا حزت بنفسي انه ما سنحت لي الفرصه اعطيه المجال يطلع. يا سيدي الله يسعدكم، شكرا جزيلا لوجودك معنا استاذ احمد، سررنا جدا. حياك الله استاذ احمد، وتحيتنا لكل احبابنا الغالين جدا في غزه، وفرج الله عنكم وعن جميع بلاد المسلمين، ونراكم ان شاء الله على خير. الله يا من الله يا حبيبي، سعيد جدا والله. شكرا لكم في قناه قاف تفاعليه على هذه الاستضافه الجميله، وانا شاكر جدا لاهتمامكم، وفرصه سعيده جدا جدا اني اشوفك. بارك الله فيك. يا من الله. على سيرة العيد على سيرة العيد سبحان الله، في بيناتنا قصص عن العيد في بيناتنا عيد أول لقاء مشترك أو عمل مشترك، خلينا نقول بيني وبين مع الفنان الجميل والله، واللي تشرفت فيه صراحة. أنا يا أستاذ عمار لا أخفيك، يعني أنا كنت في ماليزيا يوم أستاذ عمر عقاد، طبعا أوجه له تحية كبيرة كبيرة كبيرة، يعني ما شاء الله الأستاذ عمر له بصمة يعني كبيرة في المجال الفني. استاذ عمر تكلم، اللي هو مدير شركه استوديونا، تكلم معي وانا ماليزيا، حكى لي براء يعني في العيد كان ضايل له 3 ايام، انا كنت لسه في القريه، فحكى لي انه في عمل مع الاستاذ عمار صرصر. قلت له والله بسم الله، يعني بدايه خير، انا كان اول عمل مع استوديونا والله، فجدا كنت سعيد في هذا العمل، وفضل الله عز وجل سجلنا وطلع الحمد لله عز وجل، ولقى فضل الله عز وجل. على فكره من وقت ما يعني تم الاعتماد على العمل وتسجيله والموشن جرافيك يمكن يومين كده، يومين فعلا يومين معجزه يعني. انا حتى لما قال لي قلت يمكن هلا بجوز يعتذر، اعتذر انه ما تم. سبحان الله كان معجزه، سبحان الله كيف لحقناه وكيف نزل بالوقت. سبحان الله الله كتب من اقرب الاعمال لقلبي والله يعني. سبحان الله. طب شو رايك نقوله سوا؟ يلا بسم الله. انا سبقت لي تفضل. قلبي تمناها مغناها، قد ظهر الحب هلال، غدا يعانقها كبارق، هذه روحي ترجو وصال. قلبي تمناها مغناها، قد ظهر الحب هلال، غدا يعانقها كبارق، هذه روحي ترجو وصال. بالأنس وافتنا ليال فيها سعد قد بدا، سعد قد بدا بما تجلى من وصال، نوره عم المدى عم المدى، لاح هلال تجلى وصال، به الأحوال تشرق للعين، لاح هلال وأمد طال، أحيي الآمال يا ليالي العين. قلبي تعافى حين عافى، ما يحجبه عن مولاه، عفا وعافى حين وافاني، بعتق عم سواه. قلبي تعافى حين عافى، ما يحجبه عن مولاه، عفا وعافى حين وافاني، بعتق عم سواه. ما الفوز إلا رضاك عني، هل تقبل عبدا بعيد؟ يا الله إن كان عيد الناس دنياهم، فأنت لقلب العيد، لقلب العيد، لاح هلال تجلى وصال، به الأحوال يشرق للعيد، لاح هلال وأمد طال، أحيي الآمال يا ليالي العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الله الله، والله رجعتنا لأيام جميلة يا براء. الله يسعدك يا حبيبي. سبحان الله كان عمل جميل جدا، وكثير فعلا راسلوني ناس من أندونيسيا ومن جمهورك الآسيوي قالوا لي ما شاء الله أنت بتغني مع براء. والله يعني هم مش عارفين اللي فيها، معلش سامحهم أنا. لك حبيبي الله يسعدك. الله يبارك فيك. أنا المفروض كنت كتبت لهم إني أنا بالإنجليزي أو بالأندونيسي، أنا تشرفت إني أنا أعمل كذا، بس حبيبي حاجة مجاملات. الله يسعدك يا حبيبي والله، هذا صدقا ليست يعني مجاملة يا حبيبي. ربي يرفع قدرك يا براء. وأنت هلا ما شاء الله الآن عم تشتغل مع استوديو ريكوردز. نعم.
وفي اعمال كثير عم تشتغلها وعم تنتجها، واخر فتره في نشاط كبير لبراء. الحمد لله. فحكي لنا سريعا لحتى نسمع شيء من جديدك قبل ما ينتهي الوقت ان شاء الله. الان الحمد لله عم جاهز اعمال احنا خاصه مع استوديونا. خطرت في بالي فكره انه انا منقطع من فتره كبيره عن اليوتيوب، عن السوشيال ميديا، خلينا نقول مقصر جدا مع المتابعين. حتى انا لما بنزل ستوري او صوره بخجل صرت انزلها بصراحه، لانه الناس عم تستنى مني اشياء جديده. صحيح. ولكن هي الظروف يعني خارج على ارادتنا بفضل الله عز وجل. خطط في بالي والاستاذ عمر انه احنا ننتج اعمال حاليا، انه ننشط فيها، نرجع للناس فيها اعمال كفر، اعمال جميله يعني بفضل الله عز وجل كانت وكان لها ولا زال صدى بفضل الله عز وجل كثير حلو. قلنا نعمل كذا عمل على ما ننزل احنا بعدها الاعمال اللي هو خلينا نقول الاوريجينال او السينجلز الخاصه ببراء مسعود. تمام. نعم كانطلاقه يعني. نعم. بفضل الله عز وجل انتجنا يعني الحمد لله على مدار شهرين كل جمعه بفضل الله عز وجل تقريبا بنزل عمل، ولو كان العمل يعني الناس كثير حبته انه يكون بدون موسيقى كنا ننزل عمل بدون موسيقى بفضل الله عز وجل، فكان عندي نشاط كبير الحمد لله. الله. ولا زال يعني في اعمال ان شاء الله تنتج حاليا حتنزل برضو قريبا، وباذن الله مستمر على هذا المنوال ان شاء الله لنرضي المتابعين الفتره اللي احنا كنا. الله يفتح عليك. الله وصراحه اسعدتنا جدا يعني كلاتنا انبسطنا بجديد براء لانه فعلا شيء مميز. الله يسعدك. حابب نسمع شيء من الاوريجينال تبعك. اوريجينال. طيب في انشوده ان شاء الله حتنزل قريبا اسمها ستعود جميله تلك الايام. طبعا ما حيكون كلها اسمها هاي، بس احنا لسه حنتفق على اسم. لسه حتى الاسم ما تم اختياره. نعم، ولكن يعني تقريبا احنا في التجهيزات الاخيره ان شاء الله لتصوير ولتنزيل انشوده ان شاء الله جاهزه. ححكي مقطع قصير منها. ستعود جميلة تلك الأيام، نملأها حبا عطفا وأمان، وتعود الأرض لحالها لجمالها، وتشفى الجراح، وتغني الأطيار في كل صباح، وتلامس كفي كفك تمحو جراح، وتعود الضحكات لتملأ أيامنا، تنسينا هما كان هنا وانزاح، مهما زادت أوجاعنا والحال عصيب، شمس الأمل ستشرق من بعد مغيب، وستطوى صفحة فيها آلامنا، اشتدي أزمة تنفرجي فالخير قريب. يا رب. الله يا رب. ما هذا الجمال يا براء. الله يسعدك يا حبيبي. بس هيك شم ولا تدوق يعني هيك. احنا شببناه بدنا كمان. طيب الله يسعدك. بالعكس احنا شببناه كثير يعني احنا بنص الكوبليه الاول. تسريب كبير. الله يسعدك يا حبيبي. يعني بيعزوا علينا برضو المتابعين اللي بتضروا الاعمال بشغف صراحه من ما شاء الله. عمل جميل والمعنى جدا وحلو كثير استعمال اشتدي ازمه وتنفرجي ضمن الكلمات. ما شاء الله عليك يا براء. الله يفتح عليك. الله يبارك. من اروع ما يعجبني في براء انك صاحب شخصية فنية وصاحب حس عالي. الله يحفظك يا حبيبي. أنا استمتع هذا بعتز فيها والله. حبيبي. الله يبارك فيك أستاذ عمار. ذكرت في بداية اللقاء أنشودة قلت كنت عم تغنيها في المساجد. ينادي فؤادي. خرج نسمع. نعم. والله خرج طبعا. بس أنا كنت مجهز والله بصراحة أنشودة تانية كثير بحب أنشدها. ما بعرف إذا الوقت بسمح. اللي هي طب خلينا نبلش باللي أنت حابب تقوله. أكيد. وإذا أعطوني خبر إنه لسه معنا وقت بنسمع. أكيد أكيد. هي أنشودة ينادي فؤادي يعني هي أنشودة كمان حزينة. ما حب. طب خلاص خلينا بالفرح. طبعًا. اللي إن شاء الله إذا كان متسع من الوقت أكيد بنشدها بإذن الله. يعني بخاف كمان الكلمات يعني هيك تكون. خلاص أنت معناتها فصل حبيبي بس سمعنا. الله يبارك ما تحب أن تسمعنا إياه. جئتنا نورا مبينا، تغرس الإيمان فينا، أحرص الناس علينا، أقرب الناس إلينا، كل نفس تقول نفسي إلا أمتي
يقولها لنا يوم القيامة: أمتي أمتي، يقولها شفاعة أنا لها أنا لها، محمد قلبي وروحي فداك، سيدي ليت عيني تراك، راحتي هي دوما في هداك، ليس يشفع لنا سواك. أمتي أمتي، يقولها لنا يوم القيامة: أمتي أمتي، يقولها شفاعة ألا لها ألا لها. اللهم صل على سيدنا محمد، وأسأل الله أن ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. ما شاء الله عليك، الله يسعدك يا حبيبي، الله يبارك فيك. شوفي عندك أعمال ايضا مميزه ونعرف فيها براء، حتى لو كانت كفرات، يعني من الاعمال اللي مثلا تذكر. نعم. عندما يذكر براء مسعود، انا في عمل كثير بحبه والحمد لله، يعني هو العمل برضه الحمد لله نجح، اللي هو عمل كفر طبعا، اللي هو عاشق المصطفى، كان عمل بدقيقتين سمعنا مقطع منه حتى ننهي فيه ان شاء الله. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كأس الصفا صفا الصفا، وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهدى، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، من وجه شمس الهدى، نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى، من فضله أمنا، من فضله أمنا، عمنا عمنا، وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما شاء الله عليك يا براء، الله يفتح عليك وان شاء الله دائما نراك يعني من نجاح الى نجاح وتفوق ما شاء الله. اذا بعمر 23 وحققت كل هذا النجاح الكبير، انا بعتبر براء تجربه ملهمه للشباب، مهما كانت الظروف صعبه، مهما كانت يعني من غزه وبكل هذا الحصار والضيق، مع هيك وصلت إلى ما وصلت إليه. طبعا في توفيق أكيد من الله عز وجل، لا شك رضا الوالدين والقرآن الكريم بكل تأكيد له أثر ما شاء الله دائما من تألق إلى تألق. الله يفتح عليك، سررنا جدا وأنا أكثر، والله أنا أكثر، يعني أنا بحب بس بالنهاية أوجه رسالة وتحية، خلينا نقول بالمختصر أو بالأخص، لأولا قناة قاف التفاعلية على هذا المجهود بصراحة، مش بس في البرنامج تبعك المميز أستاذ عمار، البرامج الثانية أخرى اللي تفيد الناس ما شاء الله، أسأل الله أن يتقبل منكم جميعا. وبوجه تحية خاصة لك أستاذ عمار، أنا جدا تشرفت بمعرفتك مسبقا وباللقاء اللطيف جدا اليوم معكم،
أنا طبعاً من محبين فنك وصوتك الراقي يعني، أنا واحد من الفانز تبعك بصراحة من هالناس، وأنتظر أعمالك يعني بفارغ الصبر، ولي الشرف ونيالي إن أنا بسمع أعمالك قبل ما تنزل للناس. طبعاً الناس بشايفنا عم نتجامل، بس بيعرفوا إن إحنا برا بنكت ومزح مليونيرية بلاها الله يحفظك يا حبيبنا. فأنا جداً سعيد في هذا اللقاء، وما حابب أطول عليكم، شكراً لكم، وبحب أوجه رسالة لمتابعيني من أي مكان بتابعوني، خصوصاً من أندونيسيا ومن فلسطين ومن يعني من بلاد الوطن العربي، اي حد بتابعني. شكرا كثير لك على هذا اللقاء اللطيف استاذ عمار، شكرا لكم جميعا على هذه على المشاهده الطيبه، ان شاء الله يكون يعني يكون خفيف الظل هيك عليكم، كل لقاء لطيف باذن الله عز وجل، وتقبل منا جميعا ويجعلنا هيك يعني مفتاح لرساله الخير والسلام. آمين. في هذا العالم الاسلامي، نسال الله القبول والاخلاص. امين يا رب. امين. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في أسبوع جديد مع ضيف جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.